بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات التعليم والتدريب على برنامج موقع بريزي. دلوقتي بنشوف حاجه تانية اللي هو انسيرت سيمبلز او شيب. احنا خدنا الصور الفيديو اللي فات ادي بالشكل ده، هم مقسمهم لمجاميع. هنا الخلفيه عندي هنا بيقول لي فور دارك بريزز زي اللي عندنا هنا، لو الخلفيه غامقه يبقى اخطر من المجموعه دي، لو فاتحه يبقى من المجموعه دي، او رسومات يد او صور او ما شابه. هختار مثلا هنا اللي هو حاطها لي هنا، فبيقوم جاي فاتح لي مجموعه الصور كلها اللي تحت هذه الجروب او هذه المجموعه، بيفتح لي الصور اهو بالشكل ده كده. اقدر احط مش بس اشخاص، في حيوانات، في بيوت، في ايا كان المنظر اللي موجود عندي اهو. الجامعه دي مثلا اهو بشدها كده، بضغط عليها واشدها واقوم جاي ايه اهي بقت موجوده عندي اهو، واقدر اكبرها بالشكل ده. لو انا عايز احطها في اي مكان ممكن احطها هنا اهو في المكان ده، ظريف ولطيف جدا اهو بالشكل ده. ادي الجامعه موجوده عندي هنا اهو. خلاص يبقى عرفنا موضوع insert symbols او shape. اليوتيوب اتكلمنا عنه هو الفيفوريت، ودي قلنا مش شغاله. اللي اوت بضغط عليها بيقول لي انت عندك هنا سنجل فريم، يعني عايز فريم واحد بس احطه، واعطيني فريمز يعني اطارات او اطر زي الموجوده في الباوربوينت. يعني انت الفريم ده مثلا هيبقى اهو، لو انا شدته كده جواه زي ما احنا شايف، بص اتحط فين؟ تحت اهو اتحط فين؟ بقى في جواه هيبقى كتابه، يعني هيبقى نص، هيبقى فيه كتابه، انا عايزه يبقى فيه كتابه، او هيبقى مثلا اهو شدته بالشكل ده هيبقى فيه صوره وتحتها كتابه اهو زي ما احنا شايفين. اكبر شويه اهي، صوره وتحتها كتابه بالشكل ده، صوره وتحتها كتابه، يبقى في اشكال عديده. ولا عايز اكتر من فريم؟ مالتي فريم، ده سنجل فريم. مالتي فريم يعني هنزل مجموعه كامله، مثلا بعمل دوره حياه او بعمل تقسيمه او بعمل ايا كان بالشكل ده اهو، حاجه زي كده، اشكال جميله جدا. مثلا في عندي ميزان ما بين حاجه وحاجه ثانيه اهو، اطلع بس الفريم بتاعي بالشكل ده كده اهو، اكبره. انا عايز اعمل تداخل او عايز اعمل علاقه اتزان ما بين حاجتين مثلا او اكتر من حاجه الى اخره، كل دي اشكال. او عايز اعمل تايم لاين، او عايز ارسم رسمه معينه او الى اخره، فبيدينا اكتر من فريم. ناخد فريم بسيط مثلا حاجه زي كده اهو، الكورتين دول اهو بالشكل ده، الدايرتين دول بيحملهم لي. ما تحملوش، نحطهم هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده. طبعا هحطهم بقى جوه لو انا عايز، يعني هنزلهم بقى جوه لان هنا لازم اصغرهم اهو كده واشدهم احطهم جوه في الاطار بتاعي اللي هقدر اشتغل فيه اهو بالشكل ده. احطهم في اي مكان، اصغر بقى اكبر واتعامل معاهم بالشكل ده اهو. عايز اكبر واشتغل معاهم، ما احنا قلنا مجرد ان انا بعمل زوم عليهم اهو، اكتب اللي انا عايزه، وكل واحد فيهم خد رقم وبتعامل معاه بطريقه عاديه جدا، بحطه في المكان اللي يناسبني. طبعا الحاجات دي بقى بتبقى بتنفع امتى؟ بتنفع لما اكون انا واخد البريزي بتاعي فاضي اللي هو البلانك. فاكرين اول ما بدانا قلت لكم هتاخدوا قالب ولا تاخدوه فاضي خالص؟ فلو فاضي خالص هيبقى يعني كل ده مش موجود، واقدر احطه بقى بحاجات من هنا، يعني احط كل اللي موجود من هنا. نجرب اهو، انا اروح مثلا هنا اهو بالشكل ده، الفريم ده لو انا مش عايزه اهو هحذفه، كل اللي جواه اهو حذفته كله جواه، والشكل ده مش عايزه حذفته، وده مش عايزه حذفته. خلاص، وبعدين اروح اجيب الشكل بقى اللي انا عايزه اهو، اروح الشكل زي ما اهو ده، انا مثلا الشكل ده او شكل الميزان او اتزان ده، اروح او جاي احطه هنا بقى، هو ده الاساس بتاعي. يعني ممكن الغي كل ده لو انا مش عايز كل ده اهو، الغيه
ويبقى هو ده الاساس بتاع العرض بتاعي اهو، املى بيه الشاشه كلها اهو، املى بيه الشاشه كلها اهو، بقى هو ده العرض بتاعي. يبقى انا غيرت كل اللي عندي وحطيت شكل تاني خالص اهو، يبقى اقدر اعمل اللي انا عايزه. ادي كتابه بالشكل ده، اقدر اكتب اهو مثلا واحط اللون الابيض طبعا اللي هو هيبقى، او الاصفر المتماشي مع هنا، اكبر خط شويه، اعمله بولد ايا كان، يعني ده كله في امكاننا نعمل اللي احنا عايزينه بالشكل ده اهو. وطبعا اي زوم هنا واقدر احط واعمل اللي انا عايزه. يبقى ده هنا اللي اوت، يا اما شريحه واحده او فريم واحد، اسف اطار واحد او اطر. شوف انا عدلت الشكل كليه. اروح بعد كده الانسرت، يبقى شفنا الايمج والسيمبلز اللي هي الصور والاشكال والفيديو واليوتيوب والمفضله، دي مش شغاله، وادي اللي اوت، وشفنا الثلاثه دول والباك جراوند. يتبقى عندي اخر حاجتين، بضغط على فروم فايل اهو، ممكن احط الفايل دي، يعني ممكن تبقى صوره زي ما حطيت من شويه خالص، صوره بسيطه جدا اهو، ادي صوره، ضغطت ادي الصور اللي موجوده عندي، واحط اي صوره اهي بسيطه، صوره الطفل ده، واديها وقتها عشان التحميل. التحميل اكتمل، وادي الصوره اهي، اقدر اصغرها زي ما اتفقنا اهو، احطها في اي دايره من دول لو انا عايز احطها لوحدها، عايز احطها هنا زي ما انا عايز. يبقى ادي ضفنا صوره هنا بالشكل ده، تمام. طيب نيجي احنا، يبقى احنا ضفنا ملف صوره. طب انا عايز اضيف باوربوينت، نروح للباوربوينت هنا اهو، هلاقي الباوربوينت، انا عايز احط باوربوينت صغير شويه عشان نسعف، ناخد وقت، لانه بياخد وقت الحقيقه. اللي حصل ايه؟ ظهرت عندي قائمه جديده بيقول لي بي بي تي امبورت، يعني استيراد ملف باوربوينت، ويبتدي يحمله لي. يعني ايه يحمله لي؟ يحط لي السلايدز او الشرايح بتاعته على اليمين هنا، وبيشرح لي هنا في الاثنين دول، بيقول لي ايه الشرايح هتبقى على اليمين هنا، فممكن اختار الشريحه اللي انا عايزها لما هتظهر لي هنا واشدها احطها جوه، فقط بقت جوه العرض بتاعي، او ان اخدهم كلهم واعيد ترتيبهم. يعني الصوره اهي رقم 2 دي اهي بقت اساسيه هنا، ورقم 1 اللي فيها اعتقد فلافلايا دي ولا حاجه بحطها هنا، ودي احطها تحت، ودي احطها هنا، يبقى بدل ما هم مترصصين كده اعيد شكلهم مره ثانيه. يعني ايه؟ يعني ممكن اختار ده كله يبقى فاضي بلانك زي ما احنا قلنا، والشرايح اللي هتحملني هنا بتاعت الباوربوينت، انا عامل عرض باوربوينت عايزه كله انقله لايه؟ للبريزي. يبقى اسيب كل ده فاضي، وابتدي احط الشرايح بتاعتي اللي موجوده هنا، 10 شرايح، 12 شريحه، 20، ايا كان، بيطلعوا لي هنا، اخد واحده واحده بقى، وابتدي ارتبهم في الشكل اللي انا عايزه زي ما انتم شايفين حضراتكم بالشكل ده. طبعا التحميل هنا بيتوقف على حجم الملف وعدد الشرايح اللي موجوده فيه، فانا اتوقف ثانية واحدة لغاية لما يكتمل التحميل. زي ما احنا شايفين اكتمل التحميل، هو طبعا خد وقت بالرغم ان هم شريحتين بس، لان الحجم بتاعهم كان كبير شوية. باخد الشريحة اللي انا عايزها وابتدي احطها في المكان اللي انا عايزه. ناخد بالنا من حاجة يا جماعة الخير، الشريحة دي في الباوربوينت كنت اقدر اكتب عليها اعمل اللي انا عايزه، هنا الشرايح او السلايدز بتاعة الباوربوينت لما هتيجي هتعامل معاها كانها صورة زي ما انتم شايفين، عشان كده بيقول لي ايه كروب ايمج، يعني ايه قص الصورة او اغير الصورة الى اخره. وانا عايز قص الصورة زي ما انتم شايفين، عايز اقصها، عايز الحتة دي بس مثلا اهو بالشكل ده، واضغط في اي مكان بره، خلاص اهو ادي الصورة بتاعتي انا قصيتها. طب والاصل مش عايزه اشيله، يبقى ادي الصورة المقصوصة اهي، اقدر اكبرها، اقدر اصغرها، واقدر احطها في اي مكان، اهي هحطها هنا بالشكل ده اهي. لما ادوس على الشريحة رقم 8 هي بقت جوه الشريحة رقم 8، هتطلع لي بالمنظر ده. يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنحط عرض باوربوينت هينزل لي هنا. طيب بالمرة بقى ناخد باوربوينت من هنا، نفس الطريقة، يبقى اقدر احط، ممكن بيقول لي ابلود نيو فايل، يعني حمل ملف جديد بحيث يضافه، واقدر اختار منهم. يعني ممكن انت عامل حضرتك او حضرتك عامل ثلاث اربع عروض، عايز من هنا شريحتين ومن هنا شريحتين ومن هنا شريحتين، بتحطهم وتختار الشرايح اللي حضرتك عايز. طيب نشوف الحاجه اللي بعد كده اللي هي اضافه ملف بي دي اف، وهنشوفه حالا دلوقتي. هناخد ملف صغير شويه في ورشه بريزي اهو، ناخد الملف بتاع بريزي وهنديله وقته للتحميل. وابتدى التحميل يكتمل اهو. ايه اللي حصل ده؟ لما انا ضفت يا جماعه الخير الباوربوينت طلعت لي الشرايح على اليمين، بنقي منها.
انما في حاله البي دي اف زي ما احنا شايفين ايه اللي حصل، الملف البي دي اف كان حوالي مثلا 19 صفحه او حاجه زي كده، نزلهم لي كلهم جوه، ما اعطانيش فرصه ان انقي. هو ممكن انقي وممكن اشيل زي ما انا عايز، بس ما اعطانيش فرصه على ان احطهم لي على جنب هنا في قائمه وانا اختار، لا. فبالتالي ناخد بالنا، يعني لو حضرتك بتحط ملف في بي دي اف 30 ورقه او 40 ورقه كلهم هيخشوا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. طبعا انا عايز اتخلص منهم بسرعه، فاللي هقف عندها بالشكل ده ديليت، اقف عندها ديليت، اقف عندها ديليت، وهكذا. يبقى ناخد بالنا ان في حاله البي دي اف زي ما احنا شايفين هينزلهم لي كلهم. طيب لو انا بقى مش عايزهم كلهم، يبقى من الاول خالص ملف البي دي اف اعمل منه نسخه على قد الصفحه او الصفحتين اللي انا عايزهم من البي دي اف، يعني اتاكد ان البي دي اف اللي موجود معانا ماله مش كبير، والا هياخد وقت في التحميل. اهو زي ما احنا شايفين، اهو انا حذفت كل ده، اهو هخليهم بالشكل ده كده، وادي اهو. لو انا عايز دول هتعامل بقى معاهم زي ما انا عايز، دي صوره اهي هحطها بالشكل ده، وممكن اصغرها هنا اهي، ادي صوره تانية مثلا حطيتها هنا واصغرها بالشكل ده اهي. الصوره الثالثه نفس الحكايه اهي اهي، مش عايزه تتظبط معانا بس هنحاول نظبطها بالشكل ده اهو. نكبر شويه ونيجي عشان انا عايز طيب السند اهي، ايوه، واحذف خلاص. طيب نروح نشوف من اول واحده اهي، ثاني واحده، ادي الصوره اللي احنا حطيناها، وهكذا يا جماعه الخير اهو بالشكل ده. يبقى اذا كده عرفت ازاي احط ملف بي دي اف وملف باوربوينت. في النهايه خالص ما تبقاش الا غير ان احط فيديو بالشكل ده. هروح هنا للديسك توب، هلاقي في عندي بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده، حط اي فيديو موجود معايا وهديله وقته في التحميل.